ما هو واجب الشباب المسلم في هذا الزمان لتجنب الوقوع في الإفراط والتفريط؟ وبماذا تنصحون الشباب أن يقرأ من الكتب لتحقيق ذلك؟ هذا لا شك موضوع مهم، وينبغي للشباب أولا العناية بطلب العلم وتفرغ لطلب العلم والحرص على الفهم الصحيح، لأن كثيرا من الناس قد يفهم خلاف الحق بسبب عدم العناية بالفهم، وهذا يسبب مشاكل كثيرة، كما قال الشاعر: وكم من عالم قولا صحيحا وآفتهم من الفهم السقيم. فأنا أنصح الطلاب جميعا أن يعنوا بطلب العلم والعلم الشرعي، ويجتهدوا في فهم الأحكام الإسلامية، فهم قول الله ورسوله فهما جيدا، وألا يكتفوا بأول فهم أو بأول بادرة، بل يدرسوا الشيء مرة بعد مرة ويتذكروا فيه مع الزملاء ومع الأساتذة الطيبين حتى يستقر الفهم الصحيح في قلب الطالب، وحتى يكون على بينة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يدرسه. لكن أهم شيء النصوص، أهم شيء ما يتعلم من القرآن وما يتعلم من السنة، هذا أهم شيء، أن يعنى به ويفهم الفهم الصحيح ويطبقه بالعمل، ولا يتساهل في ذلك فربما زلت قدمه بسبب فهم ردي، بسبب غلطة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يعنى بالفهم الصحيح ويتشاور مع زملاء في المعنى ويتدارسون ذلك، ويسأل أهل العلم ثم العلوم الأخرى التي يستطيع أن يتعلمها حتى ينفع أمته وينفع المسلمين. لا بأس إذا تيسر له ذلك من طب أو غيره مما ينفع المسلمين، لكن أهم شيء العلوم الإسلامية البحتة التي بها يعرف الله وبها يعبد وبها تعرف أحكامه سبحانه وتعالى، وبها يعرف ما يدعو إليه وما ينهى عنه حتى يأمن بذلك وحتى يبلغه الناس، ثم حصل بعد هذا من علوم أخرى فهو خير إلا خير. وكذلك أوصي بالعناية في القرآن، فكتاب الله أهم شيء، أهم شيء القرآن العظيم، يعتني به بحفظه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإن لم يحفظه فليكثر من تلاوته، وإن أكثر من التلاوة فجعل الإنسان يذكره كثيرا ويكون بقليل من الحافظ. فأنا أوصي بالإكثار من تلاوة كتاب الله بتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل ونحو ذلك وآخر الليل، حتى يحصل له حفظ القرآن أو ما تيسر منه مع العناية بالمعنى ومطالعة كتب التفسير في ذلك كابن كثير والبغوي وغيرهم من أهل التفسير، حتى تكون معلوماته جيدة وحتى يكون على بينة من كتاب الله عز وجل. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصي بأن يحفظ منها ما تيسر مثل بلوغ المرام، كتاب جيد محرر مفيد، كذلك عمدة الأحكام للشيخ الزغلي من سنن المقدسي من الصحيحين كتاب جيد أيضا، وخمسين النووية والرجبية يحفظها ويعتني بها، وإذا تيسر له مزيد علم وارتفعت همته ومعلوماته حتى يعتني بالصحيحين وينظر في الصحيحين والكتب والسنن وموطئ ذلك وسير أحمد، هذا خير الأخير بعد ذلك بعدما ينهي دراسته وبعدما تقوى معلوماته يرتفع إلى هذه الكتب ويعتني بها الصحيحان والسنن أربعة وسير أحمد وسنن الدارمي وموطئ ذلك ونحوها من الكتب العظيمة التي هي ثروة عظمى فيها تفسير كتاب الله وفيها العون على فهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعنى بكتب اللغة في مطالعة كتب التفسير ومطالعة كتب الحديث، يعنى باللغة حتى يستعين بها على فهم القرآن والسنة وعلى ترجيح الراجح وتزييف الزائد. ومن الكتب المفيدة النافعة منتقى الأخبار أيضا لابن تيمية، لأنه كتاب عظيم جمع فيه خيرا كثيرا، وجامع الأصول ابن الأثير أيضا، كذلك زاد المعاد ابن القيم كتاب جيد، لأن المعاد في هذه خير العباد كتاب عظيم، وإعلان الموقعين ابن القيم أيضا كتاب عظيم، وغيث الله تعالى ابن القيم كتاب عظيم. فننصح بمطالعة هذه الكتب والعناية بها، فيها كتب مفيدة، ثم السنة لا بأس إلى شيخ ساسة لا بأس به، وفي بعض الأغلاط وطالب العلم إذا تأمله يستفيد ويعرف الخطأ.